بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيء ليهدمه في هذه السنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيء ليهدمه في هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حرب على الأصنام والتي تعبد من دون الله جل وعلا، ولا يصبر عليها ساعة بعد القدرة عليها، ولا يجوز الصبر عليها أبدا. من ذلك كان لطي صنم في بلادهم، جبل طي، أجا وسلمى، جبلان مشهوران في شمال المملكة، المسمى الآن حائل. فيها صنم لهم يعبد مع الله، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قائد سرية قوامها 150 رجل، معهم 100 بعير و50 فرسا، لهدم هذا الصنم ودعوة إلى الإسلام. من استجاب فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن لا يستجب فيتولونه بما شاء. إن أراد القتال قاتلوه، وإن أراد الاستسلام ودفع الجزية قبلوا منه، وهكذا. فتوجه علي رضي الله عنه إلى جهة حائل، فلما قرب منها وسمع بذلك أهل حائل، وكان عدي بن حاتم الطائي أبوها المشهور بالكرم، أكرم من حاتم، لقالوا أكرم من حاتم، يعني حاتم لا أحد أكرم منه، فهو مشهور بالكرم والنخوة والعطاء والبذل، يعطي الجزيل أبوه، وهو أمير قومه بعد وفاة أبيه عدي بن حاتم. قال لراعي إبله: إذا سمعت بقرب خيل محمد فأخبرني، وهيئ لي أجمالا جمالا جيدة أركبها إذا جاءنا وأذهب إلى الشام. يبي يهرب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جبل طي، جاء عامله على الإبل فقال: يا عدي، إن جيش الإسلام قد جاء، فاصنع ما أنت صانع الآن. فقال: قرب لي جمالي. فقربها إليه، فحمل أهله كلهم إلا امرأة، أخته وحدها بقيت، ما أدري ما رغبت معهم
أو أنها ما أمكنها ذلك أو نسيوها أو نحو ذلك لا يدرى. فغار الجيش على جبل طي وغنم منهم مغانم كثيرة وساق السبي، ومن السبي أخت عدي بن حاتم الطائي هذه، وكانت امرأة كبيرة. فذهبوا بها بطريقهم، وزع علي رضي الله عنها السبي إلا أهل بيت حاتم الطائي ادخرهم حتى يرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، لم يجري عليها قسم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه سر بذلك، قال لعل هذه تأتي بحاتم الطائي، تأتي بعدي بن حاتم. فاعترضت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله غاب الرافد ومات الوالد وما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك؟ قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم الطائي. قال ذاك الذي فر عن الله ورسوله. ثم إنها اعترضت له مرة أخرى وطلبت منه المن عليها وأن يحملها، فأمر لها بحمل تحمله تذهب به، تذهب عليه إلى حيث شاءت. فأمر الكريم صلى الله عليه وسلم أن تذهب هذه المرأة إلى أخيها، ولم يشترط عليها أي شرط، لكنها امرأة عارفة أنه من عليها من أجل كرامة أبيها الذي كان يكرم الضيوف ويعطي العطاء الجزيل. فذهبت، فلما وصلت إلى أخيها قالت ماذا فعلت يا عدي؟ فعلت فعلا ما كان أبوك يفعله، ما ينبغي أن تهرب من هذا الرجل، هذا رسول الله، هذا خير خلق الله، هذا كريم، هذا طيب، هذا يرفق بالفقير والضعيف، هذا لا يوجد مثله في العالم. فرعوى وندم على فراره وهروبه، وقالت له ضع يدك في يده فلن يأتيك منه إلا الخير. جاءه فلان وأكرمه وأعطاه، جاءه فلان فأكرمه وأعطاه، فهو عليه الصلاة والسلام يكرم من يستحق الكرامة ويهين من يستحق الإهانة. وهكذا فعنده بصيرة في معرفة الناس. فذهب رضي الله عنه علي بن حاتم، ذهب إلى المدينة مستخفيا لا يعلم أنه هو، ودخل المسجد بغير أمان وغير معرفة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فأقبل عدي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم هذا عدي بن حاتم الطائي جاءك يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله قبل ذلك أن يجعل يده في يد عدي، لأنه معروف عنده بمعرفة لم يكن معرفة وجها لوجه، وإنما معرف من الكرم والطيب والجود والبصيرة في الدين والمعرفة والتعصب لما يقتنع منه، فهو متمسك بدين النصرانية
يقول نصراني هو، ولهذا هرب إلى الشام الذي يقيم فيه النصارى ليبقى مع أهل دينه. قال عند ذلك أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على إكرامه، وذهب به معه إلى بيته وأجلسه بين يديه، فقال: يا عدي، ما الذي جعلك تفر إلى الشام؟ أيغضبك أن يقول المرء لا إله إلا الله؟ أيغضبك أن يقول المرء الله أكبر؟ وهل تعلم إلها غير الله؟ وهل تعلم أحدا أكبر من الله؟ وأخذ رضي الله عليه الصلاة والسلام يقرره بالتوحيد فأقر به، فقال: أنت يهودي، فاليهود مغضوب عليهم. أنت نصراني، فالنصران ضالون. قال عدي بن حاتم: بل أنا حنيفا مسلما. أسلم رضي الله عنه في مكانه بعدما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لاستجابته للإسلام، وأكرمه كرامة يستحقها عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتينا في هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أقرأ. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير وخمسين فرسا، ومعه راية سوداء لواء أبيض. إنما كانهم بعيد، أعطاهم أبل على قدرهم، 100 بعير وخمسين فرسا يركبونها، وأعطاهم الأفراس لأنهم يدخلون في نجد ويخشى عليهم من أن تغير عليهم اللصوص، فأعطاهم ما يكفيهم عليه الصلاة والسلام. وكلهم من الأنصار سوى قائدهم علي رضي الله عنه، فهو من المهاجرين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين في الجنة رضي الله عنه، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع. نعم. ومعه راية سوداء لواء أبيض إلى الفلس، وهو صنم طيء ليهدمه. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه. هدم الصنم ما يحتاج إلى هذا العدد، لكن يخشى عليه الصلاة والسلام بأن يتسلط أهل هذا الصنم على الجيش الإسلامي إذا كان قليل، فيؤدبوهم ويضربوهم ويقتلوهم. فأرسل 150 رجلا ليدافعوا عن قائدهم عند هدم هذا الصنم الذي يعبد من دون الله. نعم. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي. شدوا عليهم الغارة مع الفجر. قد يقول قائل: كيف يغيرون عليهم؟ ألم يدعوهم إلى الإسلام أولا؟ نقول: بلى، دعوهم. ولهذا حاتم عدي بن حاتم قال لخادمه: أخبرني إذا علمت أن جيش محمد قربت من بلادنا. يبي يهرب، يدري عنها ودعي فلم يستجب، لأنه يرى أنه على دين، وأن دينه خير من الإسلام الذي جاء به محمد، وهو لا يدري عن هذا. وإلا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق، فشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله ولم يحتج إلى مجهود، رضي الله عن عدي بن حاتم. نعم. قروا على محلة آل حاتم محلهم في الحائل عند جبلي أجا وسلمى، جبلي طي، فغاروا عليهم مع الفجر وهم نيام، فأخذوا السبي كثير والدراهم والدنانير والغلمان والجواري، وأخذوا شيئا كثيرا غنموه. ومن ضمن السبي أخت عدي بن حاتم بنت حاتم الطائي، وهرب علي وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدراع، فاستعمل علي على السبي أبو قتادة وعلى الماشية والرثة عبد الملك بن عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. فرهم علي رضي الله عنه، تركهم لينظر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه، ما قسم آل حاتم، ما قسمهم بين الغانمين، وإنما قسم غيرهم، وأما هؤلاء فأبقاهم حتى يرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. نعم. قال ابن إسحاق: قال عدي بن أبي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد من العرب أشد كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم مني، فكنت أكرهه لأني أعتقد أنه بيأخذ السلطة مني ولا يجعل لي من الأمر شيء، وهو يتحكم في أهل تلك البلاد، هو ملكهم ومطاع فيهم، ويتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذ الهيبة والسلطة منه ويجعلها في غيره، فكره قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن بلده حتى عجز، ثم هرب إلى الشام. نعم. وكنت امرأة شريفة، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي. امرأة شريفة يعني أمير قوم، كبيرهم، ملكهم، يقول عليهم ولا يقولون عليه. نعم. وكنت أسير في قومي بالمرباع، يأخذ منهم شيئا مقرر عليه، يأخذ منهم شيء يفرض عليهم، يفرض على الرجل كذا وعلى الولد كذا وعلى كذا، يأخذ منهم شيئا له يغنيه، لأنه كريم مثل أبيه، فيأخذ من الناس شيء واجد ويوزع عليهم، يوزع على المستحقين وعلى كذا، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أن يأخذ من الناس أموالهم. وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي. كنت في نفسي على دين يعني ما لست بضائع، أنا على دين، أدافع عن ديني، دين النصرانية، كنت أرى أني على دين، على صواب، ما هم مثل الجاهلية كفار قريش، كفار يدافعون عن الأصنام، لا، هو على دين النصرانية، وإن كانت النصرانية نسخت وبطلت ولا يجوز التدين بها من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل على رسوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي واحد يتدين بدين غير دين الإسلام لا يقبل منه، حتى وإن كان هذا الدين حق قبل ذلك. الديانات اليهودية والنصرانية وغيرها مثلا من الديانات، منها ما هو حق، لكنها لما خربت وخربها أهلها
وأساءوا إليها نسخها الله جل وعلا وأبطلها. نعم. وكنت أرى وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذلك ذللا سمانا فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن. محمد جاء رسله، جاء جيشه، فاهرب سان أنت أردت الهروب أو أراد شيئا من ثانيا فانجو بنفسك. يحذره صبي وغلامه: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت الحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتحالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي. من الله عليك. قال: من وافدك؟ من أنت بنته؟ قالت: قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: عدي بن حاتم. قال: وافدي اللي يقوم علي أخوها. نعم. قالت عدي بن حاتم: قال: الذي فر من رسول الله، الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي، قال: سليه الحملان. قالت: فسألته فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، آتيه راغبة أو راهبة، فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك عزم بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. دخل المدينة بغير أمان ولا كتاب ولا شيء من ذلك، يعني لو تطرق له واحد من المسلمين وقتله كان عرضة للقتل، لأنه محارب لله ولرسوله وهارب. لكنه دخل المدينة، والمدينة أهلها خيار، ما يفعلون شيئا إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتجرؤون على شيء من الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا بأمره. فهو عليه الصلاة والسلام كريم يكرم من يستحق الكرامة. وكان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله في يدي، إني لأرجو الله أن يجعل الله يده في يدي، يعني يكون معي، يكون في صفي، يكون مع المسلمين، فرد من أفراد المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على الجميع أن يكونوا مسلمين، وخاصة الخيار منهم، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوذي الصحابة رضي الله عنهم في مكة، قال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك. عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام وأبو جهل لعنه الله، لأن كلهم عندهم قوة وشجاعة،
فأيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخسر الدنيا والآخرة أبو جهل لعنه الله وقبحه. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فالله جل وعلا يطلع من شاء على ما شاء من المغيبات، وأحيانا ما يدري الرجل ولا يدري الرسول صلى الله عليه وسلم هل يهتدي هذا أو لا. ولما جيء له برأس أبي جهل قبحه الله مقتولا في بدر، قال الله هذا هو؟ قالوا هذا هو. قال الله هذا هو؟ قالوا هذا هو. فقال إن هذا فرعون هذه الأمة. ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام إلا بعدما قتل على الشرك والكفر والضلال، وإلا ما يدري عنه، يحتمل أنه يؤمن فيكون من خيار الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من سحرة موسى عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا يغالبون موسى ويبذلون السحر الذي يستطيعونه ليغلبوه، آمنوا في الحال لما رأوا ما جاء به موسى من القوة والأمور التي لا يأتي بها البشر، آمنوا. فهم في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي آخر يتقلبون في أنهار الجنة كما جاء في الحديث، إنهم آمنوا فدخلوا الجنة رضي الله عنهم. فالإنسان ما يدرى ما يختم له، قد يختم له بعمل خير فيكون من الأخيار، وقد يختم له بعمل سيء فيكون من الأشرار والعياذ بالله. فأيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إن الله يجعل يده في يد عدي بن حاتم، لأنه يعرف شجاعته وقوته بالحق إذا أسلم. فأسلم رضي الله عنه، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان قبل ذلك قال إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي، قال فقام لي فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال قالوا هذا عدي قام عليه الصلاة والسلام من مجلسه للمقابلة عدي تكريما له، لأن عدي كريم فيستحق الكرامة، فأكرمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أسلم. فلقيته امرأة ومعها صبي، فقالا إنا لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي. ذكرها حاتم، عدي بن حاتم، يقول من صفات هذا النبي أنه ليس بملك وليس بجبار وليس بمتغطرس، بل هو يقف مع الصبي والمرأة اللذان جاء إليه لحاجة حتى يقضي حاجتهما. وإن كان معه عدي بن حاتم ما يبالي بالذي معه، يقف مع الرجل ومع المرأة ومع الصبي ليقضي حاجته، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما جاءه وفد من الوفود يستحقون الكرامة، لكن اعترضت له خولة لها حاجة فيه، قالت يا عمر أريدك، قال سمي جيتس. جاء إليها رضي الله عنه ووقف معها حتى أنهت حاجتها، ثم ذهب إلى الوفد ومشى وإياهم. فقال قائل منهم أو من غيرهم يا أمير المؤمنين، تترك هؤلاء الرجال الوفود وتروح لها المرأة ذي تقف أنت ويا ساعة تشكو عليك الحاجة؟ يعني مثل قلت لو أنك أرسلت لعبد الله بن عمر وغيره لأضر حاجتها. فقال قبح الله رأيك،
ألا يقف عمر مع امرأة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات؟ ألا يسمع كلامها عمر رضي الله عنه؟ من هذه؟ هذه خولة التي قال الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رضي الله عن عمر رضي الله عنه. ألا يسمع كلامها عمر؟ يسمع كلام. والله لو طلبت جلست معي الليلة أجلس معها حتى تقضي حاجتها مني رضي الله عنه. أذهب إلى الصلاة وأعود إليها رضي الله عنه وأرضاه. يكرم من يستحق الكرامة. هذه قولة التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه المرأة مع صبي العدي ووقف معها ساعة لهما في حاجة، ما يدرى ماذا قال لهما وما قالوا له. فلقيته امرأة ومعها صبي فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره فألقت له الوديدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما يفرك؟ أي يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. يعني لست يهودي تركت اليهودية، ولست نصراني تركت النصرانية، وإنما أنا مسلم يعني معكم على ما أنتم عليه رضي الله عنه. قال: ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبين أنا عنده سكنه صلى الله عليه وسلم عند أحد الأنصار ليقوم عليه وليعطيه ما يحتاجه، لأنه غريب في المدينة وهو مكرم وله مهاب وله كرامة، فأعطاه أحد الأنصار ليتولى إكرامه نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء طرفي النهار، يعني الضحى إلى قرب الظهر والعصر إلى المغرب، يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه ويستفيد منه فائدة عظيمة. نعم. وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبين أنا عنده إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فصلى وقام فحث عليهم ثم قال: يا أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ولو بشقة امرأة. يا أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضغينة ما بين يثرب والحيرة، وأكثر ما يخاف على مطيتها السرق.
قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحثهم على الصدقة لهؤلاء الذي يظهر عليهم الجوع والحاجة ولو بالشيء اليسير، يعني أنه لا يجوز للمرء ولا ينبغي له أن يحقر نفسه ولا أن يستقل صدقته ما يستطيعه، تصدق بدرهم، تصدق بصاع، تصدق بنصف صاع، تصدق بتمرات، تصدق بشيء قليل ينفعك في الدار الآخرة عند الله، ولا تحقر نفسك ولا تحقر صدقتك. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك اطمأن الناس وبشرهم بأنه لا يخاف عليهم العيلة ولا الفقر، وأنها الدنيا ستفتح لهم، وأنهم سيخرج المرء بصدقته فلا يجد من يأخذها، وأنهم ستسير الضاعين المرأة على بعيرها تسير من المدينة حتى تصل الحيرة العراق، ما تخاف إلا الله جل وعلا والذيب على غنمها، يعني أن الأمان سينتشر. ويقول قلت في نفسي وين سراق طي من أخيه أقاربه، سراق طي خلونا المرأة تمشي الحالة، قال يدخلونا لمنه أسلموا وآمنوا بالله خلونا، أين سراق طي يعرفهم يسرقون الكحل من العين على ما قالوا، أين أين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف للناس أشياء ما يعرفونها، وهو عليه الصلاة والسلام ما رآها، لكن يلهمه الله جل وعلا ذلك. تسير الضاحين الضعينة المرأة الراكبة وحدها من المدينة إلى الحيرة إلى العراق، ما تخاف من أحد، لأن الناس أذعنوا وأسلموا وعينوا خير الله الحمد، وكان الخير كثير، وكان في زمن عثمان رضي الله عنه ينادون على الناس تعالوا خذوا الدراهم خذوا الدنانير خذوا ما تريدون، يقولوا ما نريد شيء شبعانين الحمد لله. وهكذا لو أن الناس طبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال الله جل وعلا، لكثر عليهم الخير، لكنهم أساءوا فأسيء إليهم في صنيعهم. وهكذا هذه قصص الصحابة رضي الله عنهم، وعدي بن حاتم رضي الله عنه لما أسلم جاء بنفسه مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لما علم من أخته لما أخبرته بصفاته صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يتكرم عليها بأن يرسلها إلى أهلها، تقول ما أبي وحدة إلا الخدمة، بنت ملك، بنت ملك ما تخدم ولا ولد، يعني عجوز كبرت، معناه أنه ما فيها فائدة إلا أن الرسول يسمح لها تذهب لأهلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري إذا وجدت من يريد الذهاب إلى الجهة التي تريدينها فأعلميني، فأعلمته أنها وجدت فذهبت معهم وأعطاها المركوب عليه الصلاة والسلام وأكرمها. وهكذا يكرم الكرماء عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل في ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال ملك اليمامة ملك نجد، أسره الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوه بالطريق متوجه إلى مكة، أسروه وذهبوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون سجنه درسا له يستفيد منه، فربطه في ناحية
من سارية من سواري المسجد، ربط ملك اليمامة في سارية من سواري المسجد ما يستطيع يهرب، ولهم سكن عليه بحجرة ما يشوف أحد ولا يشوف أحد، يبي يشوف الناس يشوفونه عليه الصلاة والسلام. ثم يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما وراءك يا ثمامة؟ ما وراءك يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن أردت المال فاطلب ما شئت، ما عندي غير هالثلاث. إن تقتل، إن قتلتني فأنا قتلت من ربعك كثير، تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر أنا أشكرك، وإن طلبت المال فاطلب ما شئت أنا أجمع لك المال اللي تريده. ثلاثة أيام يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون له لبن المدينة كله ويشربه يروح، بطنه سبير ويبيد حليب كثير. ثلاثة أيام، اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوه، خليه يروح. خلاص شاف أهل المدينة وشاف عملهم وشاف استقامتهم لله الحمد وجاز له وخليه يروح. فلما خرج من المسجد مربوط مفكوك رباطه، راح لأقرب بستان واغتسل، وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ما وراك؟ لما لك ثلاثة أيام مربوط وما سمت واليوم عشان نطردك؟ قال: لا، ما حبيت أني أسلم وأنا مربوط، يقال خايف من القتل، لا أبا، لمني صرت حر أقدر أتصرف. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أتوه باللبن، أتوه بشيء قليل جدا، قال: ما تحمل هذا، رد نصفه. وراك؟ قال: خلاص شبعت. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أننا في أول الأمر نجمع له حليب المدينة كله ويرحمه ويعطونا اللي عندكم كله. فلما أسلم أعطوه كاس صغير وقال: يكفي شبعت. قال: إن الكافر يأكل بسبعة أمعاء وإن المؤمن بمعين واحد. اللهم وضع عن المسلمين عموما. ولو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ثمامة بن وثال المال لأعطاه قدر ما يريد من الدراهم، لكنه ما بعث ليجمع الدراهم عليه الصلاة والسلام، وإنما بعث ليعبد الله وحده لا شريك له. وهكذا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كريم قوم، سواء أسلم أو لم يسلم يذهب، إذا لم يسلم أمره أن يذهب، لكنه لما أسلم رضي الله عنه بقي في المدينة يتفقه، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش يدعو إلى الله جل وعلا ويجاهد في سبيله، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كان المرء من خيار الناس وإن كان جاهلي فهو إذا أسلم فاستقيم حاله ويكون من خيار الناس، يبقى الخيار له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن المسلمين. هكذا صلى الله عليه وسلم يكرم من يستحق الكرامة ويهين من يستحق الإهانة، مثل أبي جهل قبحه الله، سلط عليه شابان من شباب المسلمين فقتلوه وأراحوا الإسلام والمسلمين منه، إنه حارف الله لا نتوافقهم، والله لا نوافق آل بني هاشم أبدا، لا نوافقهم على ما هم عليه من الإسلام.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة في الدين والسلامة في العقيدة الصحيحة، وأن يجعلنا دعاة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.